أسعد الله أوقاتكم. اليوم الأول من أيار لعام 2023، وأريد أن أقرأ هذه القصيدة التي كتبتها منذ فترة ليست بالبعيدة. قرأتها أو كتبتها في الأول من أيار، وأقول: أزف الرحيل وما مضى في العمر لم يبق القليل، هذه الحياة كأنها للمرء لا تعدو عبورا بالسبيل، نأتي ونحلم أننا نبني قصورا شامخات كالنخيل، ونظن أننا قد ملكنا الكون أو شمس الأصيل. وتدور دائرة الزمان ورأسنا دوامة معها يدور، وتجاذب وتضارب وتناغم عقلنا يبدو سريعا في الضمور، تمضي العقود سريعة نشوى وقد ننسى الشعور، ويصيبنا النسيان والصمم مكلل بالقصور، فما لنا إلا نهز الرأس نعني قد فهمنا قد فهمنا، نخفي الحقيقة أننا بالفعل إنا ما فهمنا ما علمنا، والكل ينظر حولنا يرنو لكسب سكوتنا وضجيجنا، ونتابع اللغط الكثير ونصر أن نحكي حكايات قديمة، ونبدل الأفعال بالأقوال قد كنا وكان لنا عزيمة، ونكرر القصص القديمة مرة أخرى، وأحيانا نزيد ومؤكدين بأنها فيها الحقيقة والعزيمة، فالشرح منا دائما شرح مديد، والرأي منا دائما رأي سديد، ونفصل الأفكار دوما للعقول، والكل يرثي حالنا أضحى فريدا في ذبول، ونتابع السرد الطويل بلا معان أو أصول، ونكرر الأمثال والأحلام طرا في ذهول، وتعود ذاكرة الزمان بحالنا وبها نجهول، فنحن من ملك العزيمة دائما وبها نصول، ونتابع الأمجاد عبر عقودنا كي لا تزول، ويمل سامعنا ويرجو لو قليلا أن نخفف، ونصر دوما أن نردد ما نقول فنحن نعرف، والعقل منا جاهز دوما فلا لا لم نخرف، خبراتنا دوما تفوق الآخرين، ونحن نعرف كل شيء باليقين، الوقت ليس زماننا ومضى بنا نحو الأفول، وتردد الأجيال حان رحيلنا وجب القبول، وتردد الأجيال حان رحيلنا وجب القبول، وتردد الأجيال حان رحيلنا وجب القبول. هذه الكلمات أنشدتها كقصة حياة إنسان أو أي إنسان يبدأ طفلا ويصبح يافعا، ثم يصبح ذو مهنة علمية أو غيرها ويعتقد أنه متمكن، ثم تدور الدائرة ويأتي الآخرون ويقولون له: كفى كفى، شكراً.